يوم الاثنين قبل الماضي قام بعملية تدريب لهذه الواقعة، وقام بالدخول أو محاولة إدخال السيارة السوداء الكبيرة التي يشتبه أنها كانت تحمل جثمان خاشقجي. تم إدخال هذه السيارة إلى مقر إقامة القنصل يوم الاثنين الموافق الأول من أكتوبر، أي قبل يوم من إتمام هذه العملية. ربما كانوا يجربون إمكانية أن السيارة بإمكانها أن تدخل في هذا المكان الضيق، وهو الجراج الخاص بمقر إقامة القنصل وهو تحت الأرض. إذن هذا ما وردنا حتى الآن من هذه التطورات التي حدثت اليوم، سنطلعكم على المزيد عنها بالتأكيد من خلال التغطية المتواصلة لقناة الجزيرة مباشر، وسأكون معكم بعد حوالي ثلث ساعة من الآن على موجز الساق الأمن.